السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في صباح جديد وفي فيديو جديد وفي يوم جديد. أتمنى أن لكم السعادة دائما إخواني. سوف نتكلم الآن عن السفر من الدول العربية إلى كوبا ومن ثم إلى هولندا. سوف نتكلم بالتفصيل عن طريقة الحصول على فيزا كوبا وعن التكاليف الشاملة لهذه الرحلة كاملة. سنبدأ بطريقة الحصول على تأشيرة أو فيزا كوبا. هناك نوعين من الفيز، هناك نوعين من الفيز. النوع الأول تورست كارد، بطاقة سياحية، وهي التأشيرة الأشهر، وتأتي على شكل ورقة مثل حجم الشيك، وهي مطلوبة من أغلب جنسيات العالم، واستخراجها سهل، وهي صالحة لمدة 90 يوم بعد استخراجها، وتتيح لك زيارة كوبا لمدة 30 يوم، وتستطيع تمديدها 30 يوم زيادة من داخل كوبا. وهذه التأشيرة هي التي سأشرح طريقة استخراجها. الفيزا الثانية التي هي تورست فيزا A1، وهي تشمل الدول الثانية فقط، العراق، سوريا، اليمن، إيران، الكاميرون، أرتيريا وما إلى ذلك من الدول. ومتطلبات لها إجراءات ومتطلبات أخرى، لكنها سهلة أيضا وبنفس الطريقة تقريبا التي سأقوم بشرحها. طريقة استخراج تأشيرة دولة كوبا: أولا، يجب عليك تعبئة النموذج الخاص بتأشيرة كوبا السياحية، وهو نموذج سهل جدا ومترجم للعربية، وتعبئته تكون باللغة الإنجليزية فقط، والتأكد من تعبئته بنفس البيانات الموجودة في جوازك. وسوف أضع لكم رابط هذا النموذج باللغة العربية، وهو خاص بالمواطنين والمقيمين في السعودية والإمارات والبحرين وعمان فقط، ويمكنك الاطلاع على الملاحظات في آخر الموضوع. وبعد ذلك يتم إرفاق كل المستندات التالية: إرفاق صورة شخصية مكشوف الرأس بخلفية بيضاء مقاس 4.5 × 4.5، قمت بإعطائهم مقاس مختلف ولم يمانعوا بالصورة، تحفظ لديهم في النظام فقط حيث لا تستخدم في نفس التأشيرة. إرفاق الجواز مع التأكد أن يكون متبقي في تاريخ الجواز أكثر من 180 يوم على الانتهاء عن دخول كوبا. إرفاق تذاكر الطيران وحجز السكن، كذلك نسخة من تأمين السفر مع التأكد أن يكون شاملا لدولة كوبا، حيث أن أكثر الشركات تستثني كوبا من وثيقة تأمين السفر. إرفاق فاتورة سداد رسوم التأشيرة، وهو مبلغ 260 ريال سعودي، يتم تحويلها على حسابهم ويرفضون استلامها نقدا في السفارة. ملاحظة: تختلف المتطلبات من جنسية إلى جنسية ومن بلد إلى بلد، لذلك يجب التأكد من طريق دفع موقع سفارة كوبا، والتي سوف أضع لكم رابطها في صندوق الوصف. ثانيا، بعد تعبئة كل البيانات يجب عليك الذهاب للسفارة الكوبية، والتي تقع في حي العليا بالرياض في فيلا قديمة ومتواضعة، وهذا هو مكان وخريطة الوصول للسفارة الكوبية في الرياض أمامكم على الشاشة، وسأضع لكم الرابط في صندوق الوصف. عند الدخول سيأخذون كافة المتطلبات وسيخبرونك في حالة وجود نقص أو طلبات أخرى، وبعد ذلك سيتم تسجيل اسمك ورقم جوالك للاتصال عليك لاستلام التأشيرة. رابعا، التأشيرة تستغرق من يوم إلى 7 أيام عمل لإصدارها، لكن في الأغلب أنها ستصدر خلال 48 ساعة بالكثير كما حصل معي. بعد الاتصال علي قمت بالذهاب للسفارة الكوبية لاستلام التأشيرة، وهي عبارة عن بطاقة أو ورقة مثل حجم الشيك بالضبط، تنقسم إلى قسمين، يسلم الأول عند الدخول لكوبا والآخر عند الخروج منها، لذلك يجب الحذر والاحتفاظ بها وعدم تضييعها. وهذه صورة التأشيرة الخاصة بي، وهذه الصورة أمامكم، وهذه التأشيرة من الخلف، ويجب التأكد من وجود ختم سفارة كوبا في بلدك عليها من الخلف، حيث أنها غير صالحة بدون الختم في الخلف كما ترون أمامكم. ملاحظة مهمة: تختلف متطلبات كل بلد وكل جنسية عن الأخرى، لذلك يجب التأكد من السفارة المختصة، وسأضع لكم رابط الموقع الرسمي لسفارة دولة كوبا في السعودية، وكذلك الموقع الرسمي لسفارة دولة كوبا في مصر.
في حالة أن السفارة الكوبية التي تصدر التأشيرة لك ليست في بلدك، على سبيل المثال كما في اليمن مثلا، حيث أن السفارة الكوبية التي تستطيعون استخراج تأشيرة منها هي السفارة الكوبية في السعودية، فلا يجب عليك السفر هناك، حيث تستطيع أن تتواصل معهم تلفونيا وتقوم بإرسال جميع المستندات المطلوبة عن طريق البريد العادي، ومن ثم سيقومون بإرسال التأشيرة لك عن طريق البريد أيضا بزيادة 100 ريال سعودي تقريبا عن الرسالة العادية. مدة التأشيرة هي 90 يوم بعد استخراجها، فيجب عليك الدخول خلال هذه 90 اليوم إلى كوبا، وتستطيع قضاء 30 يوم متصلة في كوبا، وهي في حالة رغبتك يمكنك تمديد التأشيرة 30 يوم. ومتوسط الإقامة في كوبا تتراوح بين 40 بيزو كوبي في بيت الشباب إلى 58 بيزو كوبي في فندق 3 نجوم. السعر لكل ليلة في فندق فاخر في كوبا حوالي 137 بيزو كوبي، وباستخدام وسائل النقل العام في كوبا بتكلفة ربع بيزو. مع العلم أن البيزو الواحد الكوبي يساوي نصف دولار. اللي في السعودية احجز تذاكر طيران من جدة إلى هافانا على موقع رحلات، وابحث عن الخطوط الجوية القطرية حيث أن لها أرخص العروض، حيث أن أرخص شركة طيران من جدة إلى هافانا هي الخطوط الجوية القطرية بمبلغ 358. وكذلك الأخوة المتواجدون في تركيا، سعر تذكرة الطيران عبر خطوط الطيران التركي من اسطنبول إلى هكوبا حوالي 600 دولار، والذين هم في مصر في القاهرة سعر تذكرة الطيران من القاهرة إلى هافانا في كوبا 1300 دولار تقريبا. وأحرص أن تكون التذكرة مفتوحة لكي تستطيع أن تعيد مال رحلة الإياب. ولا أخفيكم أن نبرة الدول الأوروبية والدول الأمريكية التي تستقبل اللجوء عموما أصبحت تعمل احتياطاتها لعدم وصول اللاجئين إليها، ولذلك تتغير الأخبار وتتغير الأحداث يوما بعد يوم، لذلك يجب السؤال ويجب الاستفسار لضمان نجاح رحلتكم. وأتمنى لكم السلامة دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.